السلام عليكم ورحمة الله. هنا في مسجد الفتاح العليم العاصمة الإدارية قبيل الفجر بدقائق وبلحظات، اليوم الثاني على التوالي، معي حبيبي أستاذي وصديق برتبة أستاذ، الله يعزك ويبارك فيك، سعادة الوقت دكتور محمد بيه حسين عبد القوي. ازيك يا فندم، أخبارك؟ ربنا يكرمك أستاذ أحمد. النهارده بقى بنصور معاك من صحن المسجد، امبارح كان قدام المسجد، شعورك؟ لا مسجد جميل، نعم، حاجه روحانيه حلوه قوي قوي قوي. ايوه يعني بتقربنا من المولى عز وجل اكثر سبحانه وتعالى. نعم، فربنا يديم علينا وربنا بقى يفك علينا الغمه دي يا رب، وان شاء الله ترجع المساجد تتملي تاني. تقول ايه للمشتاقين؟ في ناس كده مشتاقه تبقى معانا النهارده، في ناس بيحسدونا، مش مشتاقين بس، في ناس بيحسدونا، فاحنا نعم. الحمد لله هي كتبت لنا دعوه من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نيجي نصلي صلاه التهجد هنا وصلاه نعم. الفجر. نعم، فربنا يوعدهم زينا، وده ان شاء الله كلها ايام بسيطه باذن الله، وهتبدا نعم. المساجد تفتح ان شاء الله يا رب يا رب. يعني ان شاء الله نفتكر الفيديو ده السنة الجاية، رمضان الجاي. لا لا، السنة الجاية ايه، لا ده كلها ايام باذن الله والدنيا هتفتح. وبعدين الناس اللي مشتاق احنا بندعي لهم، فما الله الله يعني، وبنقول لهم بعض الحاجات مش ناسينه، فاحنا بندعي. بارك الله في حضرتك، شكرا يا فندم، تسلمني يا رب، تحياتي. اتفضل يا استاذ، اتفضل. اعزائي المشاهدين، كان هذا اللقاء والكلمات مع دكتور دكتور محمد حسين عبد القوي، وتتوالى اللقاءات. انا زي ما قلت لحضراتكم بحاول كل ما الاقي فرصه والاقي حد من الاساتذه والزملاء والقيادات والمواهب والمهارات انقل لحضراتكم كثيرا. وفي حاجات احنا صورناها بس لسه هنزاحها ان شاء الله قريبا باذن الله تعالى من كثره اللقاءات والفيديوهات. تحياتي احمد حبيبي.